بص بقى، الكيكه دي انا اللي عاملاها بنفسي. على فكره انا اول مره اعملها، يعني هجرب فيك. لو عجبتك قولي ان هي حلوه، لو ما عجبتكش ما تتكلمش خالص. حاضر، اقعدي بس الاول. قبل الكيك بقى، انا في كلمه مهمه عايز اقولها لك، بس مش قادر اقولها لك وانا على الكرسي. يعني انت هتفضل طول عمرك على الكرسي؟ في ايه؟ ما تقول. خلاص بقى، استنى بقى لغايه لما اقف على رجلي كده وبقولها لك. لا، لو كلمه حلوه ما تستناش، قولها دلوقتي. والله حلوه بالنسبه لي، بس مش عارف انت هتستقبليها ازاي. يعني اكيد لو حلوه بالنسبه لك هتبقى حلوه بالنسبه لي. خايف ما اكونش قدها. انت قد اي حاجه على فكره، ما تخافش. ماشي. بصي، من ساعه ما جيت هنا وانت بتحاولي تخففي عني وتكوني جنبي، يعني كنت فاكر ان ده شغلك وبتعملي كويس، وانا كمان على فكره كنت مبسوط وحابب اني اتكلم معاكي، حتى يا ستي لو كان كلام جبر خواطر زي ما بيقولوا. بس مع الوقت بقى عندي امل اتعالج واخف عشانك انتي. عشان انا حاسس ان عندي حاجات كتير قوي عايز اقدمها لك، حتى لو مش قادر دلوقتي. لا على فكره، انت قدمت لي حاجات كتير قوي، كفايه انك رجعت لي ثقتي بنفسي، احساس اني بعمل اي حاجه حتى لو صغيره وبتسعدك، ده احساس حلو قوي. وبعدين انا ما حسيتش بقيمتي غير وانا هنا. بص يا نسمة، انا بحبك. بحبك. طب ايه، انا قلت لك بحبك. مش عارفه اقول ايه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.